طيب لسه معاك يا ابطال كونكت بلس 5، وتعال نشوف كبسول 3، وتعال نشوف الدكتوره ملك ايه رايها في الموضوع ده. هو جوباني كان دول كاس كامل؟ كان كامل جوباني ده؟ لا طبعا يا مستر، كان فولس. هو طبعا كان جزل، دول كاس جزل، ده نوع من انواع الغزلان. يلا يا دكتوره لوجين، جوباني واز فيري سترونج. جوباني ده كان قوي جدا. كان قوي. اللي يخليه يروح الشمال والجنوب والشرق والغرب، ده لازم الواحد يكون ما يكونش ضعيف، يكون قوي بيقدر يتحمل الحاجات ده. بالظبط، هو كان سترونج وبريف وكيريوس. كيريوس يعني فضولي، عايز يعرف المكان ده ايه. هات نمبر 3. جوباري wanted to play with all birds. جوباري ده كان عايز يلعب مع كل الطيور. طبعا ده فولس، مش كل الايه البيردز، هم كل المين الانيمالز. هي مستر عشان دي موجوده ايه في القصه. سوبيرا از جوباريز ماذر. هي سوبيرا دي كانت ام جوباري. طيب طبعا هو ما جابليش اي معلومات عن بابا تقريبا كان مسافر ايه السعوديه بيشتغل ولا حاجه. جوباري واز بريف اند ايه. ايه ده لسه مستر كان بيقول اهو بريف اند ايه. مين يقول؟ شاطرة كيريوس. يبقى بريف اند كيريوس يعني كان شجاع وايه فضولي. ايه؟ لا خليها كيريوس احسن عشان يبقى موجودة عندي في القطعة. جوباري ويز بورن ان ايه؟ ايوه وادي الجمال. تمام يا مستر؟ تعالى نشوف كبسول ثانية.